رسالة الإيمان بجديدنا نصل إن شاء الله إلى الإحسان. كيف تتلاقى الأرواح في دار البرزخ بعد الموت؟ وأين تذهب؟ ستندهش عندما تعلم. لا مفر من الموت، فهو آت آتي أينما ذهبنا. فعند انتهاء مصير كل إنسان ستقبض روحه وتصعد لله لتسأل ماذا عملت. وقال تعالى في كتابه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكل إنسان سيموت، وكل نفس سيأتي عليها دورها بعد انتهاء عمرها، وستجد نفسها في المقابر ليحاسبها الله عز وجل على كل ما عملت. فمن عملت خيرا لها الجنة، ومن عملت شرا لها النار خالدة فيها. فالله عز وجل خلقنا لغاية واحدة وهي عبادته، وجعل لك مقدارا في الحياة عند انتهائه ستموت لتقابله في الآخرة ليحاسبك على كل ما مضى. ولكن بعد موت الإنسان أين تذهب روحه؟ فهذا ما سنتعرف عليه. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. قد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأمور التي تحدث عند موت الإنسان وعند خروج روحه، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا احتضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ حتى يأتون به أرواح الكفار. رواه النسائي وصححه الألباني. وبعد أن يقبض روح الإنسان تنقسم روحه لقسمان: أرواح معذبة وأرواح منعمة. والمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، فقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي الدار البرزخ وفي دار الجزاء، والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأرواح المؤمنين تلتقي في الحياة البرزخية بالجملة وتتعارف، ولا يكون هذا كاللقاء في الدنيا أو التعارف في الدنيا، فإن أحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا لأنها داخلة في عالم الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ولكن ذكر العلماء إن أرواح الموتى تتذاكر الأحياء وتذكرهم أحيانا، سواء كانوا من أقاربهم أم من غير أقاربهم. وقد دل على ذلك من السنة ما رواه الحاكم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث طويل فيه بيان قبض روح المؤمن: فيأتون به أرواح المؤمنين، يعني الذين ماتوا قبله، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا.
فإذا قال أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية. ففي هذا الحديث أنهم يذكرون من يعرفون بدليل سؤالهم عنهم بالاسم، ويذكرون هم أهل الدنيا ونصبهم بدليل قولهم دعوه فإنه كان في غم الدنيا. وما رواه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. وصححه الألباني. وقال الإمام ابن الباز أن أرواح المؤمنين فهي في الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه أرواح الشهداء المقتولين في سبيل الله، وأما أرواح المؤمنين فإنها تسرح في الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها في صور طير في الجنة. فهذا يدل على أنهم يذكرون إخوانهم من المؤمنين ويحبون لهم الخير ويتمنون إخبارهم بما هم فيه من النعيم ليتركوا ما هم فيه من الغفلة ويجتهدوا في العمل. هذا بالنسبة لأرواح المؤمنين. أما أرواح غير المؤمنين فهي كما قال ابن القيم أنهم في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، كما أن الأموات يعرفون أخبار الأحياء عن طريق سؤال روح الميت الذي مات بعدهم. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب منزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.